مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. اليوم راح نتناول طريقة أخرى من طرق احتساب الاندثار، وهي طريقة وحدات النشاط. تعتمد هذه الطريقة في احتساب الاندثار للفترات على أساس الاستخدام الفعلي للموجود الثابت، وليس على أساس الزمن أو الفترة. ويقاس الاستخدام بعدد الوحدات المنتجة أو ساعات التشغيل أو طول المسافات المقطوعة أو غيرها من المقاييس المادية. يحتسب معدل الاندثار لوحدة النشاط أولاً كما يلي: معدل الاندثار للوحدة أو الساعة راح يساوي الكلفة ناقص الأنقاض على العمر الإنتاجي المقدر بالوحدات أو الساعات. إذن هنا راح يكون العمر هو مو بالسنوات، وإنما راح نعتمده بالساعات أو الوحدات، هي لو ساعات لو وحدات وحدة من عندهم. بعد ما حسبنا معدل الاندثار للوحدة أو للساعة، راح نبدي نحسب مصروف الاندثار يساوي الوحدات الفعلية أو الساعات الفعلية، يعني الوحدات الفعلية نقصد بها الوحدات المنتجة خلال السنة أو ساعات التشغيل الفعلية خلال السنة، ونضربها في معدل الاندثار للوحدة أو الساعة، ونحصل على مصروف الاندثار لتلك السنة. مثال: في 1/1/2016 اشترت شركة بغداد ماكينة بمبلغ 80,000 دينار، وقد قدرت قيمة الأنقاض لها بمبلغ 5,000 دينار، ويبلغ العمر الإنتاجي المقدر للماكينة 30,000 ساعة تشغيل. إذن هذا المثال هو اختلاف عن الأمثلة السابقة، أنه هنا العمر راح نقدره بالساعات. وتستخدم الشركة طريقة وحدات النشاط في احتساب مصروف الاندثار. المطلوب احتساب مصروف الاندثار لسنة 2016 و2017، عندما الماكينة قد عملت 1800 ساعة فارزة 2000 ساعة في كل سنة على التوالي. يعني هاي الماكينة شغلناها بال2016 بمقدار 1800 ساعة، وشغلناها بال2017 بمقدار 2000 ساعة. وأيضا طالب من عندي أسجل قيد الاندثار والميزة العمومية الجزئية في نهاية سنة 2016 و17. بداية راح نحسب معدل الاندثار، راح نأخذ الكلفة ونطرح من عند الأنقاض ونقسم على العمر بالساعات حتى نطلع معدل الاندثار للساعة. فمعدل الاندثار للساعة يساوي الكلفة ناقص الأنقاض على العمر الإنتاجي المقدر بالساعات. 80,000 ناقص 5,000 تقسيم 30,000 راح يطلع 3 دينار لكل للساعة. أي بمعنى إنه إحنا استخدامنا لهذا الموجود الثابت لكل ساعة واحدة راح يكون نصيبه من الاندثار هو 3 دينار. مصروف الاندثار يساوي الساعات الفعلية، يعني ساعات تشغيل الفعلية، في معدل الاندثار للساعة اللي هو 3 دينار. فمصروف الاندثار لسنة 2016 يساوي، احنا بال 2016 شغلنا الماكينة لمدة 1800 ساعة، راح نضرب ال 1800 ساعة في 3 دينار للساعة، فراح يكون 5400. اي بمعنى انه مصروف الاندثار للسنة الاولى هي 5400. مصروف الاندثار لسنة 2017 راح يكون 2000 ساعة في 3 دينار لكل ساعة، راح يكون 6000. اي بمعنى انه السنة اللي نشغل بيها الماكينة بشكل اكبر راح يكون نصيبها اكبر، ومن نشغلها اقل راح يكون نصيبها من الاندثار اقل. واذا ما شغلنا الماكينة فساعات التشغيل راح تكون صفر في 3 وراح يكون صفر. اي بمعنى انه هاي الطريقة هي تحمل كل سنة بمصروف اندثار بقدر ساعات التشغيل لهذه الماكينة. من نجي نسجل مصروف الاندثار، راح يكون القيد الأول في نهاية سنة 2016 5400 من مصروف اندثار إلى مخصص اندثار متراكم، وتظهر عند الميزانية العمومية بهذا الشكل: 80,000 كلفة الماكينة ناقص مخصص الاندثار لهذه السنة هو فقط 5400، فراح يكون صافي القيمة الدفترية هو 74,600.
السنة الثانية راح يكون مصروف الاندثار هو 6000، وبالتالي المصروف هذا يغلق بالأرباح والخسائر، والمخصص راح يترحل للميزان العمومية، يتراكم مع المخصص السابق، وراح يكون 11400. ف80000 ناقص المخصص المتراكم 11400 راح يكون صافي القيمة الدفترية 68600. وراح نستمر بهذا الأسلوب في احتساب مصروف الاندثار. يعني بسنة 2018 هم راح نسأل إنه الماكينة كم ساعة شغلناها، ونضربها في 3 دينار لكل ساعة، يطلع مصروف الاندثار، وهكذا تستمر عملية احتساب مصروف الاندثار. مع التنويه أنه ضروري أنه مجموع الاندثارات المتراكمة كلها هي ما تتجاوز 75000 دينار، اللي هي الكلفة الخاضعة للاندثار، وهذا الشيء ثابت لازم الطالب ينتبه عليه ويكون مركز وما ينسى. الآن نكون قد انهينا. طبعا هذه الطريقة أيضا، يعني هم تنويه أنه هاي الطريقة ما لها علاقة بالزمن، ما لها علاقة إذا كانت الشركة مشترية الموجود ثابت خلال السنة أو هذه. أنا لي علاقة أنه كم ساعة شغلتوها بهذه السنة، سواء كان مشترينها بواحد واحد، أو مشترينها في 1/9، أو في 1/7، فهذا الموضوع هو غير مؤثر علينا، لأن احنا نعتمد على ساعات التشغيل الفعلية وليس على أساس الزمن. نلتقيكم طلاب في محاضرات قادمة، ونشرح لكم المزيد من الدروس إن شاء الله. مع السلامة.